بس يطلع النت خيره. يبقى النت عم تتقطع. زين انت ليش ما تأكدت قبل ما تشترك؟ اي ما يسمعني، شلون يتأكد عمر؟ يعني شلون مرتضى؟ مرتضى مو طالع تيست يمكن خلاه يجرب الانترنت؟ لا، ايه صح، اعطاك هو النانو. عادي بس تي انت تيست واجدي المشكلة. بالعراق والله. ايه ابغى التأكيد ولي هذا ولا يرهم السخط. فينيسيوس ديمبلي وميسي 99. زين ليش ما نحطه بدال ريال 90؟ هو ما يرهم مكان ريال. ليش ما يرهم؟ من عندك على اليسرى؟ مو جسمه اندري جوميز يلعب على 8. اوفا مع النزلة سوبر سبسيدي. اندري جوميز سوبر سبسيدي ام الستامينا مال كانتي 99. هو مليون الثاني، هو الثاني دا اقول هيك، دا اقول كانتي ما يتعب. لاعب اثنين دفاع. لا بس انت تقدر تحط احتياط يعني للمدافعين همينه. مدافعين شو بيهم دمشي هسه قاعد احاول نحاول ما استفاد منه. قوي مع انشوته كلش قوي. نزل الحرات. الجواد شايف له فيديو باليوتيوب على الحراس مالته قبل، من افضل اللاعبين اللي نفس الحراس. لا بدي احاول ان جوميز ترى ابو خنبيع او ريو ترى دزيم يلا الشركة بك صلاح. يا بربري سيرجيو راموس Arturito Vidal hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Leo Messi Ribery ahí va la pelota en el área la lleva el atento que se viene ترى ما كيتش مدافعين سول هاي السول لكن تعادل هذا طلع عارف انه هذا لا صعب عليه. فقرات شكاوي في الربع. ابو الحارس، ابو الحارس مرة يفوت الجاي 80 لعبة. يفوت الجاي يروح لسليمانية يلعبها وتطلع الجوائز شو اسمه بس فيسك. نلعب مرتاحين لا يبقوني حتى ما اريد بس ارد العب اجيب لي 17 خنادر العب اخسرهم كلهم بس يعني لعب سريع. ف
شنو اللعب سموث. شنو الامور؟ شنو؟ والله شنو العب فوت اني بس عادي يعني ما راح اظل العب فوت. يعني من اذا موجودين الولد انتم منو قاعدين؟ موجود بارتي هسه نزلك اي با فيدال دياغو كارلوس جيب معود خرب الجوال ميسي 99 يا اخي لا تنقطع منه لا Y avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Gran oportunidad para el centro. Kovacic, buen raj, Kovacic. Ahí está Messi. La, Mendy. Se quedó con el balón. Hola, Kovacic. اه علاوي اقول لك زين انت معي انه ما يقدر انه يعطيك تيست قبل يعني انه في هذا يعني على حوالي 3 سنين والله افكر سي كيو 99.1 يا بيدر ميليتاو قام يكسر لاعب قندره الا اني شمك انفرج عند ديمبلي ابلع هذا ابلع تسكيت ايش 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 تلفر لك بطيزي هاي مال معن يلا هلا 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 يلا Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque y eso es lo que están consiguiendo, mucho ataque. يلا طفيت البلاي يلا حلو هيك هسه اسمه غزال خلد سبارتي الرامي صدق بل اجمع بالك تريلر your match result is currently under review راني بينجي مي
116 هذا شلونك بالروم؟ مثل عفوت؟ اي محمد درت اسحب سكوب سكاي Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes, estamos preparados para otro partidazo en la jornada de fin de semana de Foot Champions. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Qué gran oportunidad se les presenta a los locales para pasar a la siguiente categoría en la jornada del fin de semana. Solamente a del game seguir. Una sola cosa, y es tan importante. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque. هو جيم خفيف. Sala. Frank Ribery. Maravilloso el servicio de Ribery, compañero. Ahora بيومك. كجدة تلعب والله هم ثقيلة جربتها كانتي ماني اللاعب يصفن من الثقل اعرف الجو سالا هرموس اسيستنسيا اي بيليغرو اي لا جوغادا كان مرات يصفن بس ما يحسب لي خساره يمكن والله هاي ما حسبها ايسي ايس جريزمان الله خاطر اللاعب يريد يفصل هذا انه يطفى ويرجع فيدال اوفاسيون para Messi que ha ido a buscar la bocha en la mitad de la cancha ايسي ايس جريزمان فرينكي دي يونغ con este romper el empate se viene atento que puede ser este gol لا قال له سوي لك هاي مال جنابري لا ما صارت لا هاي مال خوخ سوالنا اياها جنابري لان خبطه خوخ Frente a Alexander Arnold. Que no se le olvide la pelota más. Lateral. Moreni, Moreni. Vidal. Oh,
Antoine Griezmann. Ribery. Ahí es Klatovic. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. هاي مو فول هاي تعرف الفيفي والله كانتي ahí se viene la transición a toda velocidad Kanté con el balón لا ese es Griezmann colenda pelota metió Griezmann bárbaro Smalling انه وقت العودة للمنزل يا بيب No creo que este haya sido el final que esperaban. Vidal. Tiene mucho espacio. No, 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 carajo. Pelota en el área. Madre, sí, qué feliz. Parece que esto es defensa. Griezmann la tiene buena para el principito. Un gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina en gol la jugada. Y con esto la pizarra 2-0. La tiene Sergio Agüero. Messi. Griezmann. Vidal. Teo Hernández. Sala. Sigue ganando terreno con la pelota. Se le fue el balón, así nomás. صارت عندي قطعة. كس أخت النت يا والله. Ojo que este tiene potencial. Mane. لا من النت. Va a ver Erling. Erling. Y le pega con un tubo. Hey, دقيقة 45 لازم تدور عليه. طبعا تدور. هي جديدة ليش؟ Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. يا باي شو تلعب رحمة الوالدي Sala. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Corta bien esa pelota. Hernández. Esperar para que le llegue la pelota. No. Leo Messi la va a ir a buscar al medio. Y dice, oh, el skill, how well met still with the ball. Taramaki is the good. Ha hecho un gol y ha jugado bien. Ahí va, habilitado. Ay, offside, habibi, ahí la va. Si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Ese es Griezmann. Teo Hernández. Moreni, Moreni. Ribery. Bueno, ahí se queda con la bocha pegada a la raya. محمد صار عندك توقف بنص اللعبة مو؟ ما توقف ثقل. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. عطوبة عطوبة حبيبي ما بيش. الدفاع يمي نهائي يمي يغطي نهائيا ولعبة توقف
عشان يلتقيهم على الرابع. توقف ترجع اللعبة. Cualquier lugar es peligroso si la tiene Griezmann. هذا انه الدفاع الزواع كلش قوي. فوقبا بال والله ما ادري فوقبا شنو. بول بوجبا. حلو فيرنر. Ahí va la pelota en el área. Ahí va avanzando con la pelota. اوفسايد. محمد التمسي تلعب يمنا لو كام؟ يمنا فرانك ريبيري يور ماتريز و زاندر ريبي هرنانديز إسا بيلوتا كي با بور لا باندا يا هي لا ييجا لا ايودا لا ييفا إل برينسيبيتو روح ورا يا بيه سيسوكو interceptando el pase. Smalling انه صار عليه مدافع. Es un artista con la pelota. Antoine Griezmann. ورني la que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. ¿Qué podrías decir del partido del Kun Agüero, Marito, ahora que lo sustituye? Se peleó contra todo y sin embargo el marcador no tiene en contra. Ha hecho un gol y decir que no ha estado mal. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Elegancia, clase, inspiración. Rafa, excelente. مو هاي انا اريد. Limpiamente sin balón al rival. ترد تعال. ثيو تعال من البداية عليهم. باكر اخذ تيست من جماعة النور. Trent Alexander-Arnold. Sissoko. Habrá que decir además que hoy está de pláceme. Feliz cumpleaños, Sotti. Quedan 15 minutos en este partido. ¿Qué rola ya, ha? Aquí le quieren estar haciendo un buen lo, no, no, mate que el cadín o a Javier. Rafa. ¿Será que se viene el gol ahora? Y así le pega la pelota. Pegó en el poste y la puede. Billa, ni le clica. Ni clava, Tara, Billa. Visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3-1. Rafa, cuánta clase. Rafa, ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Está mirando el arco. No. Lejos. Han regalado la posesión. Rafa. Qué buena forma de detener este ataque. Tengo achos así, tiene Allah. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ribery. Chris Smalling. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Frank Ribery. Rafa. ابو الحوارث النت يمك شلونه؟ والله شو هذا الجيم كلش سموث. بس توت بعد كلن سويتن بس توت. لا بقعد الصبح مثل المفجوع. الدموع بفندق بالراديو. Me sorprende de verdad. Frente a Alexander Arnold. Ya, para acá hay Sergei y la sigue con la pelota.
بعد الثالث مدري ايش عم بعجب الكرة اليوم ثالث ما تقول ما تقول ابو فيف مسوين حملة جديدة على جماعة التهريب ما ساعات عم يبقى الربح صافي الحكيم حبيب الحكيم جماعة الشنو؟ جماعة تهريب الساعات حكيم ما يريد فلوس يريد ايتشات جميل غلطة بس عيد تهريب الشنو؟ فيه. تهريب ساعات عموري ما احنا شنو مشكلتنا؟ انه الساعة تشتريها الدولة علي ما هو ناقص وعلي علي علي عموري شنو اللي يصير احنا شنو مشكلتنا بالعراق انه الحكومة تشتري الساعات من برا بسعر معين يعني بالسعر الدولي بس فهمني ساعات شنو ساعات انترنت يا معاي على الانترنت شلون يجي على شكل حزمة هي اللي هي الساعة يعني فقط جيجي فتشتري هاي الحزمة بسعر يعني هو الدولي مثل ما الاردن تشتري مثل ما اي دولة وتلزمه تبيعه بسعر كلش غالي للشركات وهو خايس هو اخيس شيء تشتري والله لا ما له علاقه هو نتيجهم صافي جماعه نوروز واكبر دليل الشمال انت مشقق يعني من يشتروا هم من شركات من شركات عافية عليك الحكومه ما مسموح لاي احد بس الحكومه تبيع اوكي اذا الحكومه تبيع دبلين سعره بالقليل للشركات اللي احنا نسحب منها الشركات شي يجبرون عليهم يجبرون عليهم انه هم يعني هم مسوين عقد ويا شركات اصلا تندور يعني هو اي شنو الشركات الموجوده تاخذ هذا الانترنت هم مشتري غالي فشلون يبيعوه يبيعوه قليل وبسعر يعني على مود يكون مناسب فاهم علي؟ وما اكو جشع ما اكو جشع لان هي عجل فساد كامله فبالمحصلة احنا ندفع كلش غالي ويجينا فتساعة كلش كاسة حلو؟ فالشركات مال الانترنت شو تسوي؟ على مود تصعد سوقها وتمشي وضعيتها لا تجيهم شكاوي 24 ساعة اكو ساعات مهربة مثلا ياخذون جماعتنا من الشمال قشر بيسلم عليها حطه جهاز يعني حتى بالانترنت اكو قشر هذا طبعا اي حمد لواير وسحب من الشمال حلو لو حاطه جهاز يستقبل لو تشوف اللي صفنا غير ايه عيني سحب وباع بسعر رخيص يعني يريد يمشي وضعيته سحب بالسعر العالمي وباع برخص بسعر رخيص فالشركات تاخذ هاي الساعات هم تعطيها للعالم فكل ما يسوون حمله يسوون حمله عليهم يعني سيف البارحه صديقي اللي يسولف لي ابو برج هو دا انتظر يرتبون وضعيتهم دا اسحب منهم قال ابو شركه السهد دا يقول سحبنا من شركه وطابين عليهم لم القومي معزلينهم وهيك ومعتقلين المدير فالسالفة انه تهريب جايين فاحنا كل ما يسوون حملة على جماعة التهريب احنا ناكل خرا فبالمقابل هسه النت مو كلش وقع راح بالمقابل مثلا ايرث لينك تصير تشتري بعد ساعات اكثر من الحكومة والموضوع هذا منو لازمه؟ لازمه جماعة عمار الحكيم لان ذني الشركات مال ايرث لينك مثلا وتطلع انترنت ذني منو لازم من الشركات؟ واحد مملوك لشخص يعني اهلية اهلي اكيد يطلع حزب هو ظهره طبعا جبار عموره يعني الفرق بين النت مالتنا والنت مالتكم انتم ما عندكم عمار ما عندنا لا عمار لا يشاك عمار ليه هو الفرق هذا الوحيد عمار ايه ممكن يسلك او ابو سفلك الموضوع اللي دخله فد بالقليل شهرين فد 50 40 مليون
este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. بديش ما علو ما علو وما علو ما داعي يشيل كل خير ابو الحوارس ابو الحوارس ما بدوش الليلي ينعنش الواحد Arturito Vidal. Esta puede ser buena. Abu Al-Fif dif bannun ya Abu Al-Fif. Sokhtek. Sokhtek. Shino? Ya rakit, shino tsa'at bannak. La tbannun ya akhuk. La, qul li la, ama min al-akhirat. Da'uf min al-ibrat, bannun. Sa'san, no, kan. La, la. Zawjak. Shu tay tsawab, kayf tbannun, shi ma rid. يا ولد والله العظيم ماني انا عندي خطه جديده للواحد العشرين اتمنى لك شو تسوي تعال درسنا رياضيات ضلع كل شيء اسمع اسمع عمار اسمع عندي خطه جديده للواحد العشرين اه يا يابا نكمش نكمش على الريحه فول حتى احنا نرتاح بالمحصله اي مو تقدر على هو يعني ابو الكاكي مالتنا طيب واحدة بالعب علي يجلس القديم ايش تسوي رايح على الزوجة قهوة ترتيباته ما ادري شنو مسكة خليه يرتاح فوق فرينكي يونغ عموري والكعبة تبنان جدي شو اسوي بيك اتبنى بنية تتبنى بنية غير يصير ابنك بنية شنو تريد نيتشه بنية لا غير هي تطبخ لي تسوي لي اطبخ لك واغسل لك البيت ومسحه وش اسمه ودرسك مو خاف تكلف على وش ما اكلف انت تاكل هو ابا ولا لا لا انا اصرف على روحي واصرف عليك ولا مسوين عليه يا عرب هاي جراحي تمام اوكي زوجك واحدة في الاندية يقول لك ايه انا يالله ايه انا بس الدنيا معتلقة دي سكوات والله ودنيا انا قاعد هنا انا دا يعطيك ايه دي سكوات مليون عندهم شو اسمه عندهم احتفالية ماذا يوم بالسنة عندهم 100,000 احتفالية مال عمال اللي يطلعون مال الأم يطلعون ويتطاطحون بالشارع إلى عد ما طلعت أنت قاعد تلعب مليت مو هواية كنت مليت هواية أطلع وعمور إنسان لو ابنك كان سويت لك واش تطلع احتمال كان ماكو بجيبك كان زركتك بورقة كان لا موجود يا رب بديش حاله وما عيله نروح نلمنا كم واحدة من الشارع ونجيبهم تبنوني تبنوني انت والسلطانة سلطانة خلا سلطانة خلا تدبرنا بس اول شيء زين ليش من زوجك واحدة عراقية مرة هنا وتسحبك صدق والله عمر تعال ليش ما نسوي ليش مشروع مذنب مو حسب انت تريد زواج زواج اريد زواج زواج انا هي شو تريد انا قابل زواج زواج اقعد ادزك على بنت مو علاوي مو انت ما عرفت انت شو العب الجوال مو سيريس مو كلش دفاع ما ادوخ والله انا اريد زواج والكعبه والكعبه جديات انت شو اصلا هاي موضوع انت بالنسبه لك ممتع انه انت تزوج صاحبك هاي ممتع اي حلو جميل يعني بيستفاده انا احب الاستفادات الشخصيه حلو هاي بالوجه يعني انت قلت لي اريد كمشن على هذا زين اي ما مقعد تقصد اي ما الزواج اي لا هي ما مقعد بس ما مقعد بالحلال هاي اسمه بيت بجن لا لا دار شاقة باع انا اعرفك على بنات انها عراقيات وانت تروح تحكي وياها بس ما راح اقول لها تعال هذا صديقي يريد يتزوج شو العراقيين قاموا انا اريدك تلزمها تقول لها شو اسمه ما صعبة واحدة علاقتك بيها خياس قوية على بعض انا غير ادز بعض على شيء دور انا ادزك ادزك اني طيب شك دا زيان راح اشرك علي انا دروح يلا دروح القالك شو تريد اعطيك يلا على حبيبي على حبيبي وين واحد يجيب لك واحد يا عمي عند اخوي عمر
تزوج أربعة من قرايبنا أوكي على دفتره حلو وطلع وصل أربع سنوات هناك يمكن 2013 14 طلعهم يعني هو استفاد دفترين؟ لا لا منين نجيب هذا؟ منين نجيب هذا؟ هو موجود هسه تعال لك اياه اعطيك الفيس مالته قول له هذا احلى صديق انا على يومك مثل فنلندا قول له والكعبه هو واهله وجهاله وجهال جهاله يظلون يدعوا لك قول له شو تريد انت هو هذا؟ العيشه انا شريت منك انا علي تدري شريت منك؟ كل اللي اطلبه من عندك بس الدعاء دعاء عموري تسوي لي اشياء اشتري لك سياره فولكس واجن 2004 عمي ما اريد لا فولكس واجن هي فلوس الهجره اعطيك اياها بدل ما اهاجر راح اروح رسمي يا باني ادزك على البنات روح تتعرف مباع اللاوي مو هاي مال اروح على بنيه مو يفتهمن التشاقه صارت مفهومه يعني هاي بس من ادزك عليك ترى يمكم اكيد اكو بنات يشتغلن والله زباله حبي ما اعرفه مو اربع قبل المفروض تصلني فيصل لان البنات اللي طلع عن قرايبي دول اربعه هم والقران اللي طلعوهم مو بنات يعني بنات ليه لو هاي لو سويت سويت بس قول لي سويت اي بنات يعني عائلاتنا نعرفهم انا اعطيك تشاقه شنو يا استاذ فنلندا شوية تختلف عن باقي البلدان الاسكندنافيه وعن المانيا وغيرها الجنسيه مالتها صعبه 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 مال فنلندا ولما الشمل صعب كلش يعني المعامله كلش طويله ويقبلوك يا ما يقبلوك السويد لا سهله بالجنسيه وسهله بلم الشمل ان تتزوج شخص وتسحبه وهذا الفرق والله ما اعرف السويد سهله يعني احنا هنا جنسيه تشتغل من سنة وشهرين السنتين طلعوا كلهم جسمع اقول لك هاي السالفة اكو ناس هنا عراقيين متزوجين يعني هو متزوج وتمام متزوج قبل ما يجي يعني عنده اطفال قبل ما يجي يعني من كان بالعراق متزوج عنده اطفال مو يجي ياخذ اقامة هنا فياخذ اقامة يقدم على شمل عمود يجيها لعائلته 70% تقريبا من اللي يقدمه ورفضه يسحب واحد تريد تسحب واحد وتتزوجه فصعبة مو مثل يعني انترنتك جاي عموري ها حبيبي ترى دا اسولف جديات انا يعني مو تحشيش يعني يا ابي ليش ما اعطيك واحدة بالعراق شهادة وعلم زين عارفك زين هاي بالعراق تقبل مثلا انا دا العب ويفصلنا تكفر بوجهها ايه لا هاي مذلة هاي مقودة هاي ليش هاي معاناة جابة اجيك وطبزك انا اجيك وطبزك اقول لك كربي يا با هذا نيتش هذا نيتش هذا جديات داعش يعني انه مو موضوع تسليك يعني مو الزواج هي تسليك الزواج انا ما عندي انا ارد الزواج يعني البنية اللي تعبتني هسه انا اقول لك هسه ابسط لك اياها هي بسيطه البنية اللي تروح عليها انت تروح واثق انه صاحبك يريد يتزوجها يعني مرته تصير يعني بابا انا ادزك على بنات اساعدك وكل شيء ما اريد من عندك كل شيء ما اريد من عندك خرلت الطين نعاله واصبع ماكو انا ادزك عليها اروح اتعرف عليها انا علي انا مهندس تمام مو الله هلا وتنتوسه بعد احكي على المستقبل او التهب تنتوسه والله هذا ما الزواج بشرفكم ما تحكون كلمة كلمة ده هذا غير ابو عيورة ولا فرخ 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 هلو 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 نيلسون سيميدو اي عمو اركض يلا اركض 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 انت تروح انت مهندس وشاب ومثقف ورياضي وشجع نادي برشلونه لا مو قصدي على الباقه انا تركتكم يعني اكبر من الصار من الباقه
زين اي فمو عبالك يعني فاي تراجع تعرف عليها انا علي هاي يا ابو بعدين بعدين انت تعرف عليها ايش تقول لك تعرف احد في فنلندا؟ يقول لي هذا صديق عمر اوه ايه انا ما تيد انهان الله وهالسوالف يعني ما شاء الله لا يقول لك يعني هذا عرفه ونعرفه يعني سابقا يعني ما شاء الله ويقول لك انكو 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 هانتو الا الله يقول لك الله لا اله الا الله يعني تقول لك انت تعرفه من معرفة يعني زمان تقول لك امورك المادية زينة وخوش شاب وتعرفت يعني فما اشتغل بسيمة طالع بدينك رافاي حجي الله سوية شهادة جينا لفاطة انا باتي كل ما المهندسين تعبان هو ثلاث اربع العراق ما في شهادات على مود الخطوة مو على مود الشغل زين باور عموري حبيبي قول لي هاي شغلة او الجوال شي ترى حجزني على واحدة مو راحة ما ادري يا محاره واحترم نفسك احترم نفسك وتادب بالكلام وياي انا ما ادزك على وحده انا مو بنش احترم نفسك ليش هسه ليش احترم نفسك جلسك عالي رمي يعني شو ادزك يعني غير ادزك من اللي اعرفهم العرف زين علاوي بع دقيقه انت تريد وحده ما ملعوب بيها ارد على الزوج هاي ترى بالعراق كمكم ما تلقى واحد اعرف واحدة صديقة الصديق القديم اعرف واحدة نتعرف عليها بالمدرسة واحدة بحفلة واحدة بهاي هاي ما تقرب عليها لان وجع ليش ما تقرب عليهم انا اقول لك ليش لان دوخن بالنوسة عليا ما تاخذ منها نيت محتاج لك انت كم شهر لو مدة طويلة طيب زكي انشق يلا بس احنا بعمان بنفس اليوم وردة هاي انتم بعمان مو انت عموري مو انت من قاعدة تحكي معناها انت راح تدز لي على بنية عشوائية انه واحدة تعرفها بحفلة واحدة تعرفها بمدرسة انت شو تريد انت تريد مريم العذراء يعني؟ لك ما اريد مريم الخريان يعني على الاقل واحدة علاقتك بها يعني تعرف وضعيتها عندي واحدة أعرف وضعيتها بس باع هاي كانت متزوجة زين وانفصلت عن زوجها زوجها كان تركي زين اوكي واكمل لك مالتها مخاطر صيغتها قدام الشباب كمل هسه كمل خطر زوجتي حتى سيرتها وكانت هاي ابنية مرة بحق الراتب الزين هاي ورا ما الزوجة شو اسمه ذاك اول فصلت عنه صارت صديقة صديقي المقرب جدا سابقا يعني حلو اي وعاشة وسوية يعني فترة وصديقتها المقرب يعني هي صديقته وانا صديق هو المقرب صديق العائلة يعني زين هاي نفسها مطلقة؟ ايه هاي البنية مثقفة هادئة كوش ابنية زين صفاتها حلوة هذا رقيقة يعني انا لو ما كانت صديقة صديقي ايه كان هسه انا يعني شنو؟ كان يعني انا خطبتها زوجتها صادقتها علاقة صديقك وين هسه بهاللحن هذا؟ عافته حلو عافته لان هو انسان مو سيريوس يعني اهله ياثرون عليه شويه وما يقدر يلبي لها طموحها لان هي طموحها انه تتزوج شخص شاب مرتب حلو وعنده طموح عنده طموح يا عموري سؤال ليش ما تعرفت عليه هيك هالسته؟ انا اقول لك ليش انا لان انا هذا صديقي عدنان كان صديق ايمان يعني عافية ابو العمير مبادئ ما تسمح لي اسمعك محمد اطلع فضنا كان مصادق معا صاحبتك يعني استطلعت Mm-hmm.
حلو. زين. حلو. شلون فاتتك لعبتين ابو المعون؟ خاصة اللعبة الأخيرة بالبث يا ابو المعون. وين صوت ابو المعون؟ بلخها. التعبانة هاي. معا ما يسمع شقاق، على ما يسمع معا، معا ما ادري ايش فيك، شنو؟ عموري والله يمكن لو تتبناني يا سيد. اهو وش اسوي تتبنى مكاني؟ تعال زوجك واحنا هنا. حلو عموري انا اذا اجي هنا زين اوصل حتى ما ارد اشوفك. دقيقة، ليش ما ادزك على فنلنديات؟ زين إيهانة دزك على فنلنديات الإيهانة، ليش نروح عراق يا على دزك على فنلنديات؟ واللي إيهانة واللي كله إيهانة إيهانة إلا ما إيهانة بجي يا ولفي ديت ربك أني عمان انتر سكشن مال شو اسمه مال دي اوكي ليش لا دزني بس فايبريشن انجليزي شلون هاي شنو؟ ماكو بشر فلان انتر سكشن مال ربري قلت لي شنو ما تبقي ستي ستاند بس ستي فورورد ما تطي سنترال كله بالانس بس ستي فورورد كلهم يحكون يعني غير كلهم الا الكبار مرات هذا كرويف 94 طلع لي بلومي طلع لي والما يعرف يحكي يحكي احسن منك لا يابه هذا ما يعرف يحكي يستحي يعني يقول لك انا استحي يعني اكو ناس تسالهم do you speak English؟ يقول لك نو جيت البيت لان هو يحكي احسن منك ومني ومنا عندنا كلنا بس انا احس نفسه ما بعرفه 100% زين 90% فيقول لك لا واجي فهمتني؟ زين هاي الفنلندية اللي تريد تعرفها علي هاي رب العالمين غير غاضب عليها غضب ليش غاضب؟ عايش الشباب الفنلنديين ورايح على واحد عراقي تحكي وياه على عايفة راجنر وجاية علي ليش؟ ما انا اشرح لك ليش هاي حقك سؤال وجيه ومحتاج شرح زين شوف اول شيء هواي فنلنديات بدك تعطيني كارلوس يحبون يزوجون ناس من بلدان مختلفة يحبون هالشيء حلو والفنلنديين الرجاجيل قليل منهم كل شيء يريد يتزوج ويريد يسوي علاقة حميمة مثلا اكو بيهم حميمة يسوون علاقة ويخلقون اطفال ويروحون لا لا هو ما عنده شيء هاي يسوي طفل ويروح عادي ما عنده واحد حلو ايه يعني يروح طفل ويشوفه كل فترة وهذه السوالف ويوكل الناس بالطفل انعم الله كل الزين فشانسك يزيد اذا اعرفك على واحدة عندها طفل شنو رايك؟ الله حجي كاملة وكاملة الله واحدة عليها طفل يعني هو باع هنا الفنلنديات نسبة 70% 60% عندنا أطفال و إيه أنا حلو عمودي ليش لا؟ ليش لا؟ بس شرد منك انك تروح تعدل مالتك انستغرام تسوي انجليزي صور حلوة ليش السوري هو فارسي؟ ها؟ مو فارسي هو بالانجليزي لا لا يعني هسه مو لا لا اي قل له قل له خايس خايس والله جديات والله هسه شنو ما قرش ديما انا علي تدري صورتك بالفيسبوك تشبه طايح هسه هاي هسه هاي بعد ثانية قل لي صورتك